السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لبرنامج الوت دي ان اللي انا كنت عامله من فترة كبيرة، هبدأ نشتغل فيه. انا هخش هنا على الزرار الخاص للادمن اللي هو 700، وممكن نعيد تغيير هذا الباسورد. هنشتغل في الاعدادات، وهنضيف هنا حاجة مهمة وهي الحذف جميع محتويات البرنامج. انت ممكن نحطها كده اهو، مش هنعدل، حذف جميع محتويات البرنامج. طيب حذف ده لازم احنا هنمشي على كل الجداول، هنشوف ايه هو اللي هيتحذف وايه هو اللي مش هيتحذف. الكود اللي هو بتاع الحذف اللي هو فتح الاستعلام او فتح الجدول، فتح الاستعلام، مش هو كده هتحول لايه؟ استعلام اهو. هنشوف ده ملناش دعوه بيه، دي بتاعتي خاصة بالرسائل. ده الباسورد بتاع الأدمن. دي تتحذف، اللي هو تيبل 1 أول حاجة أهو هنبدأ نشتغل فيها. إيه هنحول ده استعلام، يبقى هنا تيبل 1 أي حاجة منهم، و هنخش هنا ونحولها الى ديليت، وهنسيبها وناخد بس معانا الكويري 100. يبقى كده اول حاجة هتتفرمت. اللي بعده طلب شراء، استعلام طلب شراء وامر توريد اللي هو الخاص باليوزر 5. طبعا ده ادخالات ونفس الكلام، هنحوله استعلام، نزل الاي دي وديليت، وهناخد اللي هو الكويري 101 ده. طب 103 ده طبعا لما واخد كود يبقى هيتحذف، يبقى هناخد هنا نسخة اي دي، ونيجي هنا اهو هنحول، هنضغط على الزرار دوت وهيتسيب ب102. حتى الآن لما نضغط على الإعدادات ونضغط على كلمة الحذف النهائي دي، فهنا هيفرمط هذه الثلاث أجزاء اللي احنا حددناها. بس احنا هنا هنقول احنا عايزين نمنع الرسائل، ما تقترحليش اي رسائل، ما تطلعليش اي رسائل اللي هي هذا الكود. يبقى احنا كده خلصنا لحد 103. يبقى احنا عملنا هنا من كويري 100 او الحذف اهي، نشتغل في كويري 103. نفتح الاول الشركة الدعاية المدينة ده هنا، لا دي سيبها مش مشكلة دلوقتي. وهنا إنشاء خزينة استعمال رصيدة إنشاء كفاءة، ماشي يعني هنسيب الكلام ده. ده طبعا هنسيبه تبع الصلاحيات، نسيب ديت، نسيب ديت،
ماشي، هناخد احنا التيبل 13. بس هنرجع تاني شركة دائنة، طبعا كلمة دائنة والمدينة دي فاحنا هنسيبها معلش، لكن هنا استعلام مش هنسيبه، تحول صرف تجاه هدية وصرف ماشي لحد كده ماشي. بس حتة 2005 دي هي اللي عاملة لي مشكلة. طب هنا بقى اللي هيتشال اللي هي التيبل 13. تيبل 13 احنا انا ما بديش برنامج، انا يعني بعمل زرار يعمل حذف للداتا. يبقى كده 104 احنا كده خدنا كده خدنا تيبل 13، خدنا تيبل 13، خدنا تيبل 13. هنشوف بقى تيبل 14 عباره عن ايه. طبعا الجداول زي ما انت شايف كتير جدا جدا جدا، هتاخد وقت، هتاخد وقت. ده خلاص براءة، ده براءة. ده بقى حاجة ليها علاقة بالايه، بالمستخدم. ده دي حاجة ليها علاقة بالمستخدم فلازم تحذف. هنفتح استعلام، ناخد الاي دي بس، بعد كده ديليت ونسيف. بقى خد 103 نفس الكلام. هنعمل نضيف، نعمل ديليت ونسيف 105 نفس الكلام. الدولة العالمية للسوق ماشي. هناخد الكويري وهننزل ونعمل ديليت سيف 106 نفس الكلام. هنعمل استعلام وهننزل تيبل 19 وهنعمل ديليت. انا بعمل ايه يا جماعة عشان الناس طبعا اللي يعني مش فاهمة، واللي اعتقد نسبة 80% من متابعين القناة مش فاهمين. أنا بعمل زرار علشان أدوس عليه يحذف لكل الداتا، لكن الداتا اللي هي أساسي ما ينفعش تحذف. فأنا أعرفها أعرفها إزاي؟ أنا بقعد أفتش في الجداول وأشوف إيه اللي هي الداتا. يعني إيه داتا؟ يعني كان جدول فاضي بيتعمل تعبئة من خلال المستخدم. طب في جدول مش داتا؟ في جدول مش داتا. زي إيه؟ زي بدخل له كلام ثابت، لو اتحذف يبقى البرنامج يبقى البرنامج باظ، يبقى البرنامج ايه؟ باظ. مع الوقت انا هنعرف ان شاء الله كل حاجه. هنيجي هنا احنا كده خلاص عملنا 19، هنرجع تاني نشوف كده اخر حاجه عملنا ايه عشان انا ايه نسيت. نيجي هنا 102 كان اخر حاجه، 102 102 دي نفتحها نشوفها، كانت 103 وهنا في 104 غريبة أوي. 104 فين؟ طب 103 لا، تعالى نشوف كده 103. طب هو مش ظاهر ليه؟ مع اخواته هنا 15 104 13 105 16 106 18 107 19 خدناه، يبقى احنا واقفين على 108 ماشي. واقفين على 108 يبقى هنيجي على الجدول اللي بعد، اللي بعد كام؟ بعد 19. نفتحه، احنا خلاص ده عملناه. نفتح 19 99 دوت، نفس الكلام نفس الكلام ننزل الاي دي و نعمل ديليت ونسيف
قوي 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 قوي، جداول كتير جدا، فلازم نعمل تشيك على تعال نشوف ده ادخال ادمن جديد، ادخال صنف جديد، لا دي اساسي، دي بيانات اساسيه ما ينفعش. ديت ده ادخالات، هنيجي هنا اهو تمام كده، وهلم الديليت سيف كويري 109 21 شوقي، يعني ده ادخال بس مني علشان شوقي ده ماشي نعمله برضو مش مشكلة. 21 شوقي تاني ماشي مش مشكلة. 21 00 لا طبعا ده تيتا، ده تيتا طبعا صفر صحيح النقدية ماشي. ده دي ده بيانات بيانات باينة اللي هي بيانات، يبقى تيبل 24 نزل المفتاح الأساسي دوت ونعمل ملف ديليت ونسيف كده بجد 24 داتا طبعا داتا داتا 100% داتا. ننزل الاي دي والايميل ديليت وهنا 114 ماشي. تاريخ المتحرك ده ايه ده؟ كنت فاضي بقى عمال اعمل شويه حاجات رايق فيها ماشي. هنعمل نزل دي والايميل ديليت ونعمل ايه؟ حفظ حوارات ات ننزل ديليت. طبعا احيانا في بيحصل هيحصل مشكله ان شاء الله هتتعالج، اللي هي لازم يبقى الجدول ما يبقاش فاضي فاضي يعني. ارصاد المدين ده ان اهداء سيبها، جنيه مصري سعودي ماشي سيبها. ده اليوزر الباسورد اليوزر نيم والباسورد ماشي. نفس الكلام هبقى عايزين نعمل ادمن احتياطي طبعا، وانهي بقى كانت 24 ولا كانت كام؟ تيبو 3 دوت فين؟ تيبو 3 هنا راح فين؟ هنيجي هنا عند الكرييت. في ناس بتقعد بتقول لك انت بتكلم نفسك ومش عارف ايه والكلام ده، يا جدعان ده مش فاضي مش فاضي انا ارد على الحاجات دي. ادي كده ده هيتعمل ايه؟ ديليت 113 يبقى هنا كويري 113 ماشي. نفس الكلام ادي يا سيدي تيجي 30 اهي دلت يبقى كام؟ 117 نفس الكلام ثلاثين دلت
قربنا ايه؟ قربنا. عميل عاملين مستخدم ماشي. ده بتخل ده شيكو مرهم دهانات. لا اعتقد ده ادخالات ده. ماشي يبقى هنا التيبل 33 نزل. طب دي ايه دي بقى ان شاء الله دولارات؟ ماشي فكرة. دي بيانات اللي هو الأدوية مش عارف أدوية بيكون بلغة هندية بإني كنت أعملها. أدي يلا دلت 120 اه ده وحدة الوحدة 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 بما إن الكلمة متكررة يبقى ده داتا مش حاجة أساسية. تلت و هيتسيب باسم كويري 21 طبعا ده داتا صرف يعني داتا بيانات بتاع محل بنعمله تجربة تيست. ادي 122 ايه ده يا اخويا ده اسمه ايه؟ يو اس بي مودم. ماشي اتصالات يو اس بي مودم. ماشي طب ده ايه؟ نرجع تاني كده خلاص عملناه. نفس الكلام كريت وينزل اي حاجه منهم دلت اه لا دي ده دي دول القاهره. ماشي نيجي هنا ننزل تيبل 6 دي نعمل ديليت وال 126 هي يلا بقى الاخر بقى اه بلد دي صلاحيات فلازم تتحذف. تيبل 8 127 وطلب شراء استعلان بوش عمل تعديل. لا دي داتا كده. ماشي كده كام عندنا الكويري استخدام كام؟ وصلنا لحد كام؟ كويري نكتب هنا كويري كويري 100 وصلنا لحد 100 وكام بقى؟ 127 127 طب طب نقفل ونفتح تاني مش مشكلة. تقريبا الصورة ده خش عليه اول حاجة عليه من عند اليد وهنا
هنيجي هنا امر، الامر ده هيتحط في اول حاجه وهي امنع اي رساله تيجي لهذا الموضوع، التنبيهات، رسائل خصوصا رسائل التنبيهات. وكده اول رساله هي رساله التنبيهات. افتح الاستعلام، هيبدا كويري 100 لحد كويري 27 لحد 127 100 لحد 127. ممكن ناخد رينيم، طيب نشوف بقى لقط ولا ما لقطش. حش نكتبها كويري كويري 100 19 20 21 22 23 24 25 ننطلق ونعمل اول ديليت بالكامل لجميع البيانات بالكامل. مش كده 700 خش على الاعدادات والهوبا وكده حذف. تعال بقى نشوف هنشتغل ادارات القسم، نخش باسم كده مش هيخش. بقول لك الاسم خلاص شطبنا. طيب نعمل ايه بقى؟ هنخش عند الادمن دوت ونضيف الاسم اضافه ادمن. خلاص كده رقم الادمن التلقائي 2000 رقم الحرفي، سيبك بقى من رقم الحرف والكلام ده. اسم الادمن، رقم السري لتاكيد رقم السري. ماشي، هنا رقم حرف واحد، رقم سري اسم انا اهو، رقم السر 10 بتأكيد رقم السر 10 ونعمل ادخال. تحنينة، انا كنت رايق قوي والله بعمل ده، كنت رايق وفايق قوي عشان اعمل اسم مستخدم نقول تحنينة. شفت انا كنت فاضي ازاي؟ طيب دلوقتي هنا هنضيف بقى ايه، البيانات الاساسيه ولا البيانات الاضافيه؟ الصلاحيات اغلب الصورة الشخصية كمان ما شاء الله. طيب ماشي، هنشوف بقى نعمل ايه بقى. هنضيف بس اهم حاجة اللي يهمني دلوقتي الايه، الصلاحيات. نفتح ده وده، ده الاول، نفتح بس الاول ده كده. هنشتغل في الثلاث حاجات دولت، والتاني نفتح لكل الحاجات دي، والتالت المخازن، نفتح جميع المخازن، التسويق وهكذا. فاهم يا جماعه؟ ماشي، تعالى بقى نفتح
شوف في هنا إمكانية إغلاق القسم أهو، نشوف في هنا تاني إغلاق القسم، تمام. خش بقى، طبعا إحنا هنا لازم نطلع خالص تقريبا، ونخش مرة أخرى. دخل معانا. أول حاجة في الحلقة الجاية هنشوف الرصيد ليه فاضي، ليه نل. لا مفيش حاجة اسمها نل، لازم يبقى يساوي صفر، لازم يساوي ايه؟ صفر. ده اللي هنشتغل فيها ان شاء الله في الحلقة الجاية، ونشوف بعد فرمات الداتا ايه هو اللي هيأثر معانا في المشتريات والمالية والمخازن والكلام ده. طبعا الدخول من الناحية دي، يعني مش من الناحية دي، ماشي. ده اللي هنشوفه بجزء. وهنا ما دخلناش الا المخازن المسموح بيها، طبعا المخازن المسموح بيها عشان ما فيش مخازن صلاحيات. على ما نضيف صلاحيات ونضيف مخزن هنشوف بقى ساعتها، بس اهم حاجه لازم نعالج موضوع النال دي، دي اول نقطه يعني. طب دي ايه ودي ايه؟ انا طبعا نسيت كل حاجه من البرنامج ده، كنت انا عامله بقالي فتره طويله ما اشتغلتش فيها، هنكمله وهنشتغله وهنطوره في الحلقه الجايه ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.